ميسون جواد. ميسون بتول جواد. بتول جواد، بتول من وين؟ من بغداد، بس هو سجل يعني باسم زوجي. عادي ماكو مشكلة، جاوبيني وإذا فزتي أنا أسجل الاسم. تمام، بس تساعديني أريد أول مرة أشارك وياك. هذا السؤال صار له تقريب 7 متصلين، يعني المفروض أنتم تبحثون عليه وتعرفوا لي الإجابة، دا أساعدكم وياك. وين أبحث؟ ما أدري يعني شو. يلا راح يطلع لك. تطلع عليك الصورة وإن شاء الله تجاوبينه. تمام. تمام؟ اوكي تمام. هاي الصورة، اريد اسم المقهى الموجود بالصورة. وين صاير يعني شوي تساعديني من نوم. انا قلت لك هو مقهى موجود ببغداد شارع رشيد. البرازيلي؟ شو اسمه؟ البرازيلي؟ مقهى البرازيلي. منو غششت؟ شلون؟ البرازيلي الشامل، رايحة معك. لا لا، البرازيلي هو مقهى البرازيلي، صحيح. البرازيلي. تحياتنا إلك، أريد اسمك الكامل أو اسم زوجك. باسم زوجي إبراهيم محمد نجم. إبراهيم محمد. محمد نجم. تحياتنا إلك، فزتي ويانا بجائزة مقدمة من مركز راوسم، ألف ألف مبروك. طبعاً هو المقهى مقهى البرازيلي أو البرازيلية. زين، في بغداد وسط شارع الرشيد. تحياتنا لكم.